الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قسم الدهانات مركز تدريب المنصوره. النهارده هنتكلم، هندي المشاهد فكره عامه عن قسم الدهانات والغرض من الدهان وانواع العدد والادوات والخامات المستخدمه في الدهانات. اول حاجه الغرض من الدهان، هندهن ليه؟ اول حاجه الغرض الوقائي، يحفظ الاشياء من التلف. ونضرب مثال البواب الحديد، اي حاجه متعرضه لعوامل التعريه. لو البواب الحديد تعرضت للمطر والعوامل التعريه اللي هي الشمس هتصدي، البرمه هتاكلها، فبضطرت هنا اما بدنا بحافظ عليها. ده بالنسبه للغرض الوقائي بالنسبه للمعادن. بالنسبه للخشب، الشيش اللي متعرض لعوامل التعريه الشمس والمطر، لو الساب لعوامل التعريه هيسوس وهيتاكل، فبقى هنا بحافظ عليه، يبقى ده غرض وقائي. يبقى الغرض الوقائي يحفظ الاشياء من التلف، وضربنا مثال على الحديد والخشب. بعد كده الغرض الجمالي، بجمل المكان اللي انا فيه، اللي انا اسكن فيه، سواء شقه او عماره. لو جيت اسكن في شقه او في عماره ولسه على المحاره مش اسكن فيها، انما بقيت هنا بجملها. فالغرض الجمالي بيعطي المظهر الطبيعي للسطح جمال، حاجه جميله. فمبادئ المكان بجمله، ده غرض جمالي. بعد كده انواع الدهانات. في عندي دهانات مائيه، اي دهان بيتخلط بالميه اسمه دهان مائي. وليكن زي الجير، دهان البلاستيك المائي، في عندي بلاستيك مائي مطفي، وفي دهان بلاستيك مائي طالع جديد بلمع اللي هو الثلاث ثمانيات. وبعد كده عندي دهانات زيتيه، دهان الزيت على الخشب، ودهان الزيت على المعادن، ودهان الزيت على الجدران. وهنضرب مثال لكل دهان من الدهانات دي. بعد كده هنتكلم ان شاء الله على العدد والالوان بتاع النقاش. اول حاجه الفرش بانواعها. وليكن هدهن مثلا مكان واسع، بجيب البروش اللي اسمها الشياطه، حاجه كبيره. هدهن مكان واسع بجيب بروش او شياطه كبيره تدي مساحه واسعه، حاجه زي دي كده، بروش او شياطه، يبقى لازم اجيب لها فرشه كبيره عشان تدي وسع تشتغل معايا وتخلص بسرعه. بعد كده هدهن حاجه صغيره وليكن زي الترابيزه دي، بجيب فرشه اصغر منها، وكل ما يكون الفرشه شعرها ناعم تدي شغل احسن. هدهن حاجه صغيره اصغر منها، بجيب فرشه اصغر منها، وهكذا. يبقى الفرش بانواعها، وبتصنع من شعر الحيوانات، ولازم يكون شعرها ناعم عشان تديني شغل كويس. بعد كده ده الفرش، هجل السكاكين، هاوزه معجن، ترابيزه صغيره، بجيب سكينه صغيره، ولازم تكون بتصنع من صلب المرمى، لازم تكون بتتنى معايا عشان لما اجي معجن الزاويه وكده تتنى معايا. السكاكين بانواعها، معجن ترابيزه او كرسي بجيب سكينه صغيره. طب معجن الاوضه كبيره، يبقى لازم اجيب كف كبير. طب انا معجن حاجه اصغر، اجيب سكينه اصغر. السكاكين بانواعها تصنع من صلب المرمى، لازم تكون بتتنى معايا عشان ايه؟ عشان تمشي معايا في الزاويه. طب واحد يقول لي طب انا عاوز انضف الحيطه من الرمله او الارضيه، يبقى سكينه مخصوص من صلب المعدن، الصلب قويه ما بتتناش، دي مخصوص للتنظيف. سكينه مخصوص للتنظيف. ده بالنسبه للفرش والسكاكين. طيب بالنسبه لو انا عندي عاوز ادهن الحيطه بالروله، عندي روله للزيت وروله البلاستيك، فايدتها ايه؟ بتشيل زوايا الدهان، لان الجدار ده راسي. لما اجي احط الدهان على الحيطه البويه هتسيل، فايده الروله هي بتشيل زوايا الدهان، تخلص بسرعه. في عندي روله البلاستيك تتغسل بالميه، وروله الزيت بتتغسل بالجاز، يبقى في روله البلاستيك وروله للزيت. بعد كده بالنسبه للعدد، عندي مسدس، يعني مثلا عندي عاوز ارش ثلاجه او ارش ترابيزه او ارش باب، بجيب عندي مسدس رش. المسدس الرش دوت ممكن استعمال منزلي، بجيب كيلو البويه احط عليه ريتل بنزين، زي ما هنشرح ان شاء الله في الشرح ازاي ارش باب او ارش شباك او ارش ثلاجه او غساله. بجيب كيلو البويه بحط عليه ريتل بنزين او تنر، واحطه في الخزان، واقفل المسدس واوصل الكهرباء بتاعته، وارش موازي اهو، بوصل الكهرباء واتك على المسدس، وارش موازي للسطح على بعد 35 سم، وارش موازي وش طول وش عرض. عندي ترابيزه زي دي، اخد وش طول وش عرض، وهكذا. يبقى عندي العدد، الفرش بانواعها، السكين بانواعها، الرول دي، الفرش والخامات دي، الادوات المستخدمه في النقاش. بعد كده هنشوف الخامات المستخدمه، دي العدد. الخامات المستخدمه عندي بلاستيكات، وعندي لكهات، وعندي ورنيش، وعندي معجون جاهز، وعندي زيت مغلي، وعندي زبداج، وعندي زنك، وعندي غيره. اول حاجه انا عاوز اعمل بطانه او عاوز اعمل معجون. المعجون بيتكون من ايه؟ وهنشرح ان شاء الله ونعمل بيان على المعلم. المعجون بيتكون من زبداج وزنك وزيت مغلي وغيره.
عاوز اعمل جردل معجون اي وعاء سواء كيلو او جالون او جردل يكفي الشقه وش اي وعاء بحط ربعها ميه وبعد بحط بعد كده بحط اربع تحفينه زنج وبعد كده شكاره سبداج وبعد كده اسيح الغيره على النار. طب الغيره ازاي اسيحها؟ دي غيره خرز اسيحها ازاي؟ بجيب الغيره على بيات واحطها اغطيها ميه وتاني يوم احطها على البوتاجاز على العين الصغيره بتاع الشاي والقهوه لان حضرتك لو حطيتها على طول على النار هتشيط فبحطها على العين الصغيره مع التقليب وبعد كده لازم اصفيها لان لو ما صفيتهاش هتعفن بعد كده زي ما هنشرح هتعفن المعجون. يبقى المعجون البلدي بيتكون من ايه؟ اسبداج وزنج وزيت مغلي زيت مغلي وغيره. اي وعاء بحط معاها ميه بعد كده بحط اربع تحفينه زنج شكاره اسبداج يبقى عامل زي العجين بتاع البيت. بعد كده الغيره بتاعتي تكون على نار هاديه. بعد كده الزيت احط 2 كيلو زيت مغلي واقلب وبعد كده الغيره اصفيها عشان ما تعفنش. يبقى المعجون البلدي بيتكون من اسبداج وزنك وزيت وغيره. طب واحد يقول لي انا اعرف الفرق بين الاسبداج والزنك ازاي؟ الزنك الكيلو بتاعه ب 5 جنيه او ب 5 جنيه ونص والاسبداج الشكاره كلها ب 2 جنيه ونص. انت رايح تشتري من عند الراجل بتاع البويه وهو بعبي كده اقول له لو سمحت اشوف الزنك اللي عندك ما ممكن يكون مغشوش في زنك مغشوش فامسكه لو كان ناعم له اثر دهني ما بنزلش كده حتى لو غسلت ايديا اعرف ان هو كويس لو نزل مره واحده اعرف ان هو مغشوش. ده يبوظ المعجون وبوظ البويه. البويه الزيت عمل زي العسل زي العسل الاسمر مغلي اسود. ايه اللي بيخلي البويه بيضه؟ الزنك. فلو الزنك مغشوش هيبوظ البويه ولو مغشوش هيبوظ المعجون. فلازم اتاكد ان الزنك ده نظيف. يبقى المعجون بيتكون من ايه؟ اسبداج وزنك وزيت مغلي وغيره. وعرفنا بنصفي الغيره ليه؟ الغيره دي عباره عن حفر حيوانات وبتتعمل بكتيريا، فلو حطيت الغيره ديت مع المعجون وتمعجن السقف مره واثنين وبعد كده ياخد بلاستيك زي ما نشرح والناس بعد كده تسكن في الشقه مع النفس لازم السقف يعف. خلاص؟ يبقى المعجون بيتكون من اسبداج وزنك وزيت وغيره. بعد كده عندي البرايمر اللي هنشرح ان شاء الله في لان حديد المعادن. البرايمر ده فايدته ايه؟ عشان البروم. طيب المعجون الحديد ده فايدته ايه؟ عشان اللحامات في الشغل الحديد زي ما هنشرح ان شاء الله. بعد كده عندي الوان مائيه. بعد كده عندي معجون جاهز زي ما هنشرح معجون جاهز سايبوس في شغل البلاستيك الجاهز. بعد كده عندي ورنيش لو عايز اورنش الارضيه الخشب الباركيه او باب الشقه. بعد كده عندي لاكيه لامع. في عندي لاكيه مط اللي هو السيناتور. طب الخامات المستخدمه هنقولها عشان الناس تعرفها. زيت مغلي، لاكيه لامع، لاكيه مط، بلاستيك، معجون جاهز سايبوس، معجون حديد، برايمر عشان الحديد، ورنيش. بالنسبه للكاسيد عندي اسبداج، زنك، غير دي الخامات المستخدمه في النشا. بعد كده ان شاء الله هنشرح ازاي يكون عندي شقه او واجهه عماره او سلم وادينه بلاستيك لامع. وبعد كده عندي في بلاستيك لامع 3 ثمانيات اللي هو الباكين انضف حاجه. بعد كده عندي بلاستيك 3 سبعات اللي هو المط. وبعد كده ان شاء الله هنشرح ازاي يكون عندي اوضه او شقه وعايز ادينها زيت. وبعد كده لو عندي ارضيه خشب باركيه او مكتب ومكتبه ازاي ادينهم سيلر وتنر ورنيش. ازاي يكون عندي باب او شباك ازاي ادهنه؟ ازاي يكون عندي ثلاجه او مطبخ ازاي ادهنه؟ ممكن نعمل دلوقتي بيان على المعلم عندي ترابيزه في البيت وعاوز ادهنها وش لاكيه. اول حاجه بروح جايب الصنفره. عندي انواع الصنفره. الصنفره بتبدا من رقم 60 بتنتهي لغايه 150. 60 80 100 120 150. بتبدا ال 60 دي اخشن حاجه، ال 80 انعم شويه، ال 100 انعم وهكذا لغايه 150. فبروح جايب حته صنفره قبل ما اشتغل سواء في الجدران او في الخشب الحديد لازم الصنفره، الصنفره دي 90% من شغل الصنفره. بروح ماسك السطح مصنفره كويس بعد ما اعجنه اهو. الصنفره فايدتها تنعم السطح وبعد ما صنفر السطح بيكون معايا حته قماشه واروح مسح الغبار بتاع الصنفره. وراح جايب الدم بتاعي والفرشه بتاعتي وادهن ازاي؟ بان على المعلم. وراح جايب الفرشه ووزع الاول الدهان اخد الاول وش عرض بعد كده وش طول.
اوزع الدهان بتاعي طوله الاول عرض وبعد كده طول. خدت كله عرض بعد كده باخد طول اكني بمس بلمس حاجه بسيطه خالص اهو عشان ايه اثار الفرشه. كل ما تكون الفرشه كويسه تديني شغل حلو. اوزع الاول بقى بتاعت عرض وبعد كده اخرج طول. كل ما تكون الفرشه شعرها كويس تطلع شغل كويس. ده باين على المعلم ازاي يكون عنده ترابيزه ادي لها وش دهان. في اسباب تلف الدهانات، اسباب تلف الدهانات ان البويه بتساب مكشوفه. انا خلصت الدهان لازم احط عليه شويه نفض واغطيه كويس، افصل عنه الهواء عشان خاطر يعمل طبقه وش، طبقه دهان، طبقه تعمل طبقه تخينه تنشف البويه، فلازم احط عليه شويه نفض او شويه بنزيمه شويه نار واقفلها كويس مغلقه. بالنسبه احنا شرحنا قلنا الغيره لما الصفاتش بتعمل عفن، هنقول بس اسباب العفن ان الغيره ما بتصفاش. طب واحد يقول لي لو دخلت الشقه ولقيت السقف معفن اعالجه ازاي؟ طبعا ده قلنا بسبب ان الغيره ما اتصفتش كويس، بروح جايب ازازه خل وفانيلا داخليه من في البيت واروح ماسح العفن ده كله بالخل والخل بس، وبعد كده اغسله كويس بالميه، وبعد كده اديله وشين لاكيه، ما احطش فيه معجون بقى من المعجون بتاعنا ده ولا غيره خالص، اعمل له كده صافي. يبقى اعالج العفن ازاي؟ اجيب ازازه خل وفانيلا داخليه واروح غسل السقف بالخل وبعد كده اغسله بالميه وانشفه كويس واصنفره واروح اجيب له جالون لاكيه مخفف النفض واحط له وشين لاكيه، ما احطش بلاستيك خالص لان البلاستيك مع الميه بيعمل عفن، المعجون اللي بيتحط فيه الغيره مع الميه بيعمل عفن، فادي له لاكيه صافي. ان شاء الله هنتكلم بقى بكل درس من اللي احنا شرحناه بالتفصيل، دهان البلاستيك اللامع ودهان البلاستيك المط ودهان اللاكيه على المعادن ودهان اللاكيه على الجدران ودهان اللاكيه على الاخشاب ودهان ارضيه الخشب بالسيلر والتنر.